عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. أشواطنا مستمرة أخواني الكرام أعزائي المشاهدين، تمنياتنا لكل المشاركين بالتوفيق والسداد والنجاح. مباشرة للصدارة أخواني الكرام اللي استفتحت الإذاعة مباشرة للمركز الأول، هذه الشاهينية أحمد بن الراعي بن سلطان اليحافي من استفتح الإذاعة. المركز الثاني هذه الظبي، الظبي محمد بن سعيد بن عامر الحبسي، هذا الشعار من ظفر بسيارة في هذا الصباح مع أبو سعيد، يقدم الظبي مثل ما قدم اشتعال. المركز الثاني الشاهينية منصور بن علي بن حمد اليحافي. المركز الثالث شواهين العبد وفليح بن محمد القعد ويع. المركز الثالث، المركز الرابع الله الله يا كهربا محمد بن الحميدي الوهيبي وصل على المركز الرابع. المركز الخامس شوف اللي وصلت، شوف هذه حاملة رقم 45، هذه القادمة شواهين تميم بسليمان بن محمد القنوبي وبمعيته ايضا ارى شعار هلال بن بدر بن سعيد البدري مع ضو. يا سلام، هذه الاسماء المتقدمه، ولكن خلف هذه الاسماء شعارات. الشوط مليا من السبق، الشوط مليا برغبه الحلال. يا سلام، مباشره للصداره الى المركز الاول لنا عوده. الشاهينيه منصور بن علي بن حمد اليحافي، ولكن صار التغيير والتبديل مع شواهين العبد بن فليح بن محمد القعدوي. ما شاء الله، يا سلام، غيرت إلى الصدارة والمركز الأول. المركز الثاني رسم قادم، قادمة كهرباء محمد بن الحميدي الوهيبي وصلت على المركز الثاني، والقادمة أيضا شعار تميم بن سليمان بن محمد القنوبي مع شواهين على المركز الثالث. أرى اسم قادم، أرى مواري المر بن سالم بن محمد الوفيلي تغير من المركز إلى أفضل، ولكن لنا عودة للصدارة. ما زال العبد على الصدارة يحكم القبضة حتى هذه اللحظات. شواهين العبد بن فليح بن محمد القعدوي. يا سلام، تحركت شواهين تميم بن سليمان بن محمد القنوبي وصلت على المركز الثاني، عينها للصدارة، عينها للمركز الأول. العبد بن فليح القعدوي ما زال على المقدمة والسيطرة الأولى. شواهين تميم بن سليمان بن محمد القنوبي ترفع راية التهديد على المركز الثاني، ولكن يا سلام شواهين ما زالت. العبد بن فليح بن محمد القعدوي هو الأقرب من الفوز، هو الأقرب من الانتصار. مادة الزعفران، المبلغ المالي القيم الذي ينتظر الفائز بالمركز الأول. تهانينا والناموس منذ هذه اللحظات لمالك شواهين بمناسبة هذا الفوز والانتصار. العبد بن فليح بن محمد القعدوي، والتهنية موصولة لفليح القعدوي متابع والداعم لهذا الشعار. سلام يا العبد، سلام مشكور، وسلام سلامنا للسيل، سلام يا وادي السيل، سلام من أيضا يظهر لنا هذه السبق والنوادر. المركز الثاني شواهين تميم بسليمان القنوبي. المركز الثالث حاملة رقم 37 وصلت أخواني الكرام، هناك نقلة خالد بن إبراهيم الحرسوسي. تهانينا والناموس العبد الفليح القعدوي، قطعت المسافة 2:54:69 جزو من الثاني.